أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بالدعم السعودي للموازنة العامة للدولة الذي وقعت اتفاقيته الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض بقيمة 1,200,000,000 دولار. وقال الرئيس العليمي أن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ونهجه الملتزم بدعم الشعب وشرعيته الدستورية وتخفيف معاناته الإنسانية وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية. وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذا النهج الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية مثل باستمرار صمام أمان ليس فقط في اليمن وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها والسلم والأمن الدوليين، مثنيا باسمه وأعضاء المجلس على الجهود الحكومية والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين والبرنامج السعودي للتنمية والإعمار التي أثمرت عن هذا الدعم للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات. واستجابة لطلب الحكومة اليمنية في مساعدتها لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بها، قدمت المملكة العربية السعودية دعما لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقيمة 1,200,000,000 دولار يشمل الدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل وضمان الأمن الغذائي. وتم توقيع اتفاقية منحة المملكة العربية السعودية بمقر البرنامج السعودي للتنمية والإعمار بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده بحضور وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي. وتأتي المنحة انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة وبلادنا واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها ودعما لمجلس القيادة الرئاسية. وعقب عملية التوقيع قال سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد آل جابر أن الدعم يهدف بشكل أساسي لدعم الاقتصاد وتعزيز قوة الريال اليمني وتعزيز وضع الأمن الغذائي والمعيشي للمواطنين، إضافة إلى دعم قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية، كما سيسهم الدعم الاقتصادي والمالي المستمر الذي تقدمه المملكة إلى دعم استقرار الريال اليمني وتوفير العملة الصعبة للواردات الغذائية وتعزيز الأمن وإيقاف فرص العودة إلى النزاع بين الأطراف اليمنية. السعودية مثلا في المليار دولار بالإضافة للمليار و200 هذا اللي سيتم إن شاء الله الدفعة الأولى منها غدا، هذه أموال عملة صعبة، عملة بالتالي يمكن للبنك المركزي تقديم هذه العملة الصعبة للتجار لشراء المواد الغذائية من الخارج. 90% من الاحتياجات المواد الغذائية والمواد الأساسية في اليمن تأتي من الخارج، وهناك حاجة لشرائها سواء بالريال السعودي أو بخلال الدولار الأمريكي، وبالتالي هم يوفرون لهذه الأغذية. 70% من المواد الغذائية، 70% من المواد الأساسية متواجدة في شمال اليمن، وبالتالي فهو يغطي كل احتياجات المواد الغذائية وغيره. وفي الجانب اليمني قال وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي أن الدعم يأتي في وقت استثنائي في وضع اقتصادي صعب تشهده البلاد، وسيخفف هذا الدعم الوضع الإنساني والاستدامة المالية العامة للدولة وسيعزز من سعر صرف العملة الوطنية، وأن الانعكاس سيكون كبيرا على الوضع المعيشي للمواطنين. هذا الدعم حسب ما يعني في وقت استثنائي وفي ظرف اقتصادي صعب، اعتقد انه بيتم يخفف من الوضع الانساني بشكل عام، وبيخفف من يعني الاستدامه الماليه العامه للدوله. انا اعتقد ان هذه تمثل عمليه انقاذ. نحن الان في وضع صعب جدا، في عندنا التزامات، في عندنا اختناقات كبيره، البنك المركزي هو يتحمل العبء في مواجهه كل هذه الاشياء. هذا سوف تساعد الحكومة على توفير أو مواجهة كثير من إلزاماتها. وبعد التوقيع على هذه المنحة قالت مصادر مطلعة أن هناك عودة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة لممارسة أعمالهم من العاصمة عدن. وأضافت المصادر أن عودة الاستقرار السياسي للبلاد سيؤدي بالضرورة إلى عودة الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأن المنحة السعودية الأخيرة
ستغطي الموازنة العامة للدولة لمدة عام، وستعزز الاقتصاد بدلا عن صادرات النفط التي توقفت بسبب ضربات ميليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ النفط في حضرموت وشبوة. وأشارت المصادر إلى وجود استقرار نسبي ومرتفع بعد توقيع المنحة السعودية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بعد تذبذب ارتفاع أسعار الصرف في الآونة الأخيرة. وحول تطورات سفينة صافر، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة صافر المهجورة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر تم نقلها إلى السفينة البديلة بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب. وأطلقت المنظمة الأممية الأسبوع الماضي عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من 1,000,000 برميل من الخام الخفيف إلى السفينة الجديدة في عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية في المنطقة. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي أن أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة في الأيام السبعة الماضية. وكان غريسلي قد أعلن سابقاً أن عملية النقل بأكملها ستستغرق أقل من 3 أسابيع.